برضو خدنا اصوات يعني، الحمد ربنا كرمني وخدنا اعلى الاصوات في الوقت ده. وتدرجت بقى بعد كده عضو وبعدين امين صندوق. وربنا يعني طبعا موضوع ان انا قائم بالاعمال يعني، طبعا بص هي اكيد شرف كبير لاي حد ان يكون موجود نائب، لكن انا الحقيقه الموضوع يعني العمري فاروق رحمه الله عليه الوزير نعم الاسبق، هذا الرجل يعني انا السنتين الاخيره اللي انا اشتغلت معاه كان امين صندوق، كامين صندوق وهو كان نائب، يعني بص انا اعرفه من زمان العمري، صحيح عمري ما عمرنا ما حسينا او النسيج دخل في بعضه قد السنتين دول، كان ظهرنا في ظهر بعض. العمري الحقيقه كان مديني وضع جدا، وكان اي حاجه يقول لهم خالد موافق يبقى انا موافق. فيعني حسيت ان العمري ده الحقيقه يعني من الناس عمري ما سمعت منه كلمه، اقسم لا لا بالله لا لا ما فيش يعني، انا كان اقصى حاجه عنده يا ابن اللذين، يعني اقصى يا ابن اللذين يا ابن اللذين. فكان حتى كان دايما مثلا انا الواحد ساعات بيبقى يعني ممكن يغلط غلطه يقول لي يا ابن اللذين بلاش مش عارف ايه يعني الحقيقه. وكان والله هذا الرجل مش يعني هو في دار الحق، انا بقول ربنا شهادة حق، يرحمك هذا يا رب. الرجل اللي عمله معايا في انتخابات 2021 والله ما يعملها مع حد. الراجل ناجح بالتزكية، الراجل جميل كان بيشيل حصل المطبوعات بتاعتي، لان هي الانتخابات بتاعت نعم 2021 هي كانت انتخاب ما بين اتنين، ما بين نعم انا وكانت مي نعم يعني، يعني هو ده، لكن الباقي كله كان نعم ناجح. لكن هذا الرجل يعني اخلاصه ويعني واللي عمله معايا، بص لو قعدت من هنا لغايه ما الواحد يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني يعني ياذن فيه، ربنا يديك الصحة عمري يا رب، ما ربنا يديك هنسى الصحة. هذا الرجل. فالرجل ده طبعا رحمه الله عليه، كنت اتمنى ان هو يكون موجود معانا، لكن لازم اقول فيها شهاده حق ان هذا الرجل احنا خسرناه، النادي الاهلي خسر هذا الرجل وما فيش حد يعرف يعوضه، وربنا يرحمه لان متاكد ان هو في مكان احسن. بالتاكيد العمري فاروق الحقيقه سايب ذكرى جميله وحلوه ورائعه مع كل الناس الاهلاويه وغير الاهلاويه، لانه زي ما قال المهندس خالد مرتضى كده ان سياده الوزير الراحل العمري فاروق لم يخطئ في يوم من الايام في حق احد، قد نختلف كنا بنختلف معاه احيانا في التوجهات، لكن لم يختلف احد لا على كفاءته ولا على خلقه.